بالإضافة إلى ذلك وصلت غنائية وفقرات ترفيهية تكون على ليلة أيام 26 27 28 إلى غاية 29 على حديقة السلطة تشهد 4 أيام بالنسبة للتنشيط. بالإضافة إلى ذلك بعض الندوات اللي غيكونوا في الهواء ديال الدرب غيكونوا بعض الندوات وتوقيع كتاب للكاتبة رشيدة لويس رشدي، كتاب المعنون بالجالية المغربية والرعاية الملكية. هذا كتاب، هذه صورة للوجهة ديال الكتاب للكاتبة كما قلت عائشة رشدي، عائشة لويس رشدي، لويس رشدي. العنوان ديال الكتاب كما قلت هو الجالية المغربية والرعاية الملكية. كما قلت بالإضافة إلى التوقيع ديال الكتاب كاين مجموعة من الندوات الثقافية في الغالب والفكرية اللي غتهتم بالمواضيع في الغالب في الشكل الاقتصادي والشكل الديني، غيكونوا خبراء غيعطوا مجموعة من التوصيات من رؤى اللي ممكن تستافد منها مدينة العرائش. هذا فيما يتأتى ديال التصور أو الأهداف اللي كيتوخاها مهرجان العرائش وجمعية عاصمة الكفر بصفة عامة. بالإضافة إلى ذلك هناك نشاط آخر وهو ما يعرف بساحة العمران، ما يشهد فيه مجموعة من الأنشطة التقليدية العريقة للمملكة المغربية واللي هي كتتعلق بالتبوريضة، كتتعلق بالسياق السلوقي، كتتعلق بالتيرولا الرماية، يسمى بالرماية، الرماية على الأقريصة على الصحون، الرماية على الصحون. وبالإضافة السي الحاج هو سبق له عنده تجربة في هذا المجال، هذا إلا بغيتو شي استفسار حول الأنشطة التقليدية اللي كتتعلق بالسلوكي واللي كتتعلق بالخيالة ومارطا واللي كتتعلق ببرامج هذا الصحون بإمكانه يعطي الإضافة. نعطيك السي الحاج تعطيهم الكلمة باش أنا